مساء الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. زي ما وعدناكم النهاردة في رسالتنا هيكون في تفاصيل كتير وأخبار كتير وحوارات مهمة جدا. إحدى هذه الحوارات مع أحد نجوم فريق النادي الأهلي كابتن سعد سمير نجم خط الدفاع فريق النادي الأهلي. كابتن سعد أولا برحب بيك على شاشة قناة النادي الأهلي من خلال رسالة وكواليس الأهلي في تسوانا، لكن نطمن منك عن أحوال الفريق والاستعداد لمباراة تاونشيب القادمة. بنرحب بقناة النادي الأهلي وكل جمهور النادي الأهلي والحمد لله، يعني كانت رحلة صعبة بالنسبة لنا، سفر طويل، وصلنا بتسوانا كان في تعب كبير وارهاق على اللعيبه عشان خاطر يمكن انتوا كنتوا معانا في الرحله حوالي 16 ساعه و 18 ساعه سفر من 3 طيارات مختلفه فوصلنا اول يوم يعني مستر كارترون ادانا تمرينات خفيفه وفك عضلات وبعد كده اتمرنا امبارح اول تدريب والحمد لله يعني الامور دلوقتي احسن، اللعيبه حالتها احسن وان شاء الله باذن الله عندنا تدريب النهارده وبكره تدريب على الملعب الرئيسي ونبقى جاهزين باذن الله يوم السبت المباراه المهمه بالنسبه لنا. يعني فكره السفر هو متعب طبعا، بيأثر على اللعيب لما بتقعد في طياره تركب 3 طيارات وكل طياره تقعد فيها 5 ساعات قاعد ما بتتحركش، فطبعا بيبقى في تعب وفي اجهاد للعضلات، لكن بتحاول ان انت بقى الاساليب الجديده بتحاول ان انت زي ما انت بتشوف التمرينات اللي بنعملها او الاطالات والاسترتشات اللي بنعملها بنحاول ان انت تفك العضلات، بتحاول ان انت تتمشى، تحاول ان انت تشوف مغطس بقى التلج، بتشوف المياه السخنه المياه الساقعه، الحاجات يعني اللي هي اللي بتتعملها عشان خاطر تحاول ان انت في اسرع وقت تعمل استشفاء لجسمك وتبقى جاهز يعني للتدريبات والمباريات. الاجواء كويسه ويعني بتسوانا انا جيت مع المنتخب قبل كده كان عندنا مباراه مع المنتخب ولعبنا تقريبا على نفس الملعب فالاجواء كويسه، ارضيه الملعب اخر مره لعبنا فيها المفروض ان هي كانت كويسه، فلما نشوف الملعب يعني الدنيا هبان، لكن ان شاء الله باذن الله ما احنا اهم حاجه زي ما قلت لك بالنسبه لنا 90 دقيقه نركز في الماتش باصين للمكسب، دي اهم حاجه بالنسبه لنا، اي عوامل ثانيه ان شاء الله باذن الله نتغلب عليها واهم حاجه ان شاء الله المكسب. يعني اي مباراه مع اي فرقه افريقيه في القاهره مختلفة تماما عن لما بتلعب على ارض الفريق المنافس، فالفرق الافريقية على ارضها الاجواء مختلفة تماما، فالفرقة انت كسبتها والفرقة دي عندها امل ان هي تصعد، فالماتش هيبقى صعب، هيبقى فيه هجوم بكل خطوطهم، هيبقى فيه اندفاع من ناحيتهم ان هم عايزين يكسبوا عشان خاطر يبقوا موجودين، في نفس الوقت احنا كنادي اهلي واسم النادي الاهلي وقيمه النادي الاهلي ومشيها دي مكانه النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله، احنا تركيزنا كله على 3 بونت ان شاء الله باذن الله مركزين، وكنا قاعدين بنتكلم اجتماع مع بعضنا كلعيبه ان احنا لازم نركز، طبعا لازم نركز ان احنا ان شاء الله نبص على المكسب، احنا جايين بهدف المكسب والنادي الاهلي بيلعب دايما على المكسب والحمد لله الفتره اللي فاتت بنكسب بره وبيبقى عندنا دوافع كبيره ان احنا نكسب بره، فان شاء الله باذن الله اللعيبه عندها اصرار كبير على المكسب، فربنا يكرمنا ان شاء الله ونبقى في كامل تركيزنا وفي كامل لياقتنا، ويمكن احنا في بدايه موسم فيعني بنبقى محتاجين الناحيه البدنيه بنعوضها بالروح، بنعوضها بالاصرار، بنعوضها بقتالك على المكسب، دي اهم حاجه. يعني الحمد لله يعني الميزه في لعيبه النادي الاهلي دايما عندهم احساس بالمسؤوليه وعندهم احساس بالموقف اللي هم بيبقوا فيه، احنا في بدايه موسم وكان عندنا ماتشات الفتره اللي فاتت يعني ما حلفناش فيها التوفيق ان احنا نقدر نحقق نتيجه ايجابيه، فربنا كرمنا الماتش اللي فات، عندنا الماتش الجاي يحطنا على الطريق الصحيح بنسبه كبيره، فعلى طول بنتكلم مع بعض، يعني مثل لعيبه النادي الاهلي على طول بيبقوا مشغولين بالحدث اللي هم فيه، دايما بتفكر ان انت تكسب، دايما بتفكر ان انت عينك على البطوله، ان انت تفرح جمهورك، ان جمهورك ما يبقاش منك الا المكسب، فكل دي تحديات وضغوط عليك كلاعب لازم تتقبلها وتشتغل ان انت تحققها. لا بنتجمع في اي مكان، يعني بنتجمع في اي مكان وحتى لو ما فيش تجمعات اللعيبه بصراحه تبقى حاسه يعني بالمسؤوليه، النادي الاهلي متعودين بنتغلب على اي ظروف، متعودين بنلعب تحت اي ظروف، عنا على المكسب في الاول وفي الاخر ده انت بتلعب باسم النادي الاهلي، بتلعب باسم اكبر نادي في افريقيا، بتلعب باسم اكتر نادي واخد بطولات على مستوى العالم، بتلعب يعني في كيان كبير انت بتلعب باسمه، فلازم تكون واعي يعني كويس جدا ومدرك حجم وقيمه النادي اللي انت بتلعب فيه، فكل ده انت بتنزل وكل ده في دماغك ان مهما كانت اي ظروف بتواجهك بتحاول انت تتغلب عليها، وبنبقى تركيزنا كله على المكسب زي ما قلت لك، فان شاء الله ربنا قدرنا ونقدر ان احنا نفوز بالمباراه. يعني اي لعيب بيجي يعني احنا ما تقدرش تتكلم، يعني انا ما ينفعش اتكلم على اي لعيب كناحيه فنيه انا اقل ككوره، لا يعني انت بتبقى يعني في الاول وفي الاخر احنا زملاء كلنا كلعيبه، واي لعيب النادي الاهلي بيتعاقد معاه بيبقى على المستوى المطلوب، واي لعيب النادي الاهلي بيفكر في مصلحه الفريق وان هو يفيد الفريق، فاللعيبه بصراحه المحترفين كلهم
على مستوى فني عالي ولعبة مؤثرة بالنسبة لنا. ميزة النادي الأهلي ده اللي احنا تعودنا عليه من لما كنا ناشئين وطلعنا الفريق الأول، واللعبة الكبيرة كانت بتعاملنا باسلوب معين وطريقه معينه، ده اللي احنا اتعلمناه، فبنتعامل بنفس الاسلوب مع اللعيبه الجديده او اللعيبه اللي طالعه من الناشئين. لكل اللعيبه اللي في النادي الاهلي او المنظومه اتعامل كاسره واحده، كل اللي بيننا وبين بعض حب واحترام وتقدير لحجم النادي اللي احنا بنلعب فيه. فاي لعيب بيجي جديد بتحاول انت تكلمه عن النادي الاهلي وتعرفه اكتر النادي الاهلي، طبعا بيبقى هو عارف النادي الاهلي وعارف شهره النادي الاهلي في افريقيا كلها، فبتحاول ان انت تنقل له الصوره وحجم الضغوط اللي موجوده وحجم المسؤوليه وحجم دايما اللعب على البطوله واللعب ان انت تبقى رقم واحد. فبصراحه معظم اللعبه المحترفين كلهم اللي موجودين معانا على قدر كبير من المسؤوليه وعلى قدر كبير من الاحتراف ومؤثرين معانا بشكل كبير جدا. يعني احنا لما رجعنا وانضمينا للمعسكر في كرواتيا ولما رجعنا القاهره وتقابلنا، فهو طبعا اللعيب اللي بيكون يجي بيبقى متابع فرقه النادي الاهلي وعارف معظم اللعيبه، فهو الميزه ان هو بيتكلم نفس لغه علي ووليد واجاي، فالدنيا قريبه ولغه الكره معروفه يعني واحده، يعني مش محتاجه لغه، فانت بتمشي على السيستم اللي الفرقه بتمشي عليه او النظام اللي حاطه المدير الفني، فكلنا بنمشي عليه، واهم حاجه بالنسبه لنا مصلحه الفرقه يعني بس.